ايه؟ مفيش حمد لله على السلامة؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما تنساش تلحق تبلغ السنيورة بتاعتك ان جوزها اتجوز عليها. ها؟ يبلغها جوزها. تبلغيها انتي. اظن اللي تاخد واحدة من جوزها مش هتغلب توصل لها انها عملت كده. بقول لك ايه؟ مش خايف انقل الكلام اللي انت بتقوله ده لسالم بيه يقوم يقطع عيشك او رقبتك؟ لو انت صادقه، هو كان هيقطع عيشي لو ما كنتش خدت بالي من الحاجات اللي سبتيها في اليخت عشان مدام ريان تشوفها. لونه حلو صح؟ تحفه. برافو عليك. لايق قوي كمان اصله على